ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، قد شدا، والثمر بل له التبتل والندى، والندى. طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى، إذا اجتمعنا على الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأتباعه الغر الميامين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي شهر الندى وشهر البركة وشهر الهدى تجتمع قلوبنا في لقاء خاص مع الداعية الأديب الشيخ الأستاذ وجدان العلي. مرحبا شيخ وجدان. مرحبا سيدنا، ربنا يحفظك. بلاش مشايخة دي في حضورك، يعني الله كما قلت فيك. يعني قبل ذلك نحن حضورنا حضور الظل في ضيائك. الله يكرمك، نحن الله يحفظك ويبارك فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح الخير مغلق للشر يا رب العالمين. الحقيقة إحنا لما بننظر إلى بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا فيما يتعلق بالقصص النبوي، قصص الأحاديث التي فيها قصة عن الأولين، طبعا الحديث الصحيح لا يعتمد على غيره، بنجد قصص مفاجئة الحقيقة. يمكن بنسمعها كتير على المنابر في الدروس في الخطب، لكن أحيانا تقف أمام القصة لما تقرأها لوحدك ولا في ترتبط بموقف معين في حياتك، تجد أنها دليل آخر وأنها شاهد آخر بيعطيك معنى آخر. خلينا ناخد مثلا قصة عمدة في بابها، وهو باب التوبة وقبول التوبة، وهو باب واسع في دين الله عز وجل. تلفت نظري جدا هذه الرواية. أنا مش هقول الحديث بنصه، أنت طبعا من أهل الحديث، لكن السادة المشاهدين عارفين حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. الحديث موجود في الكتاب المشهور للإمام النووي رياض الصالحين. قتل 99 نفس ثم ذهب يسأل عابدا في صومعته هل لي من توبة، فقال له ليس لك توبة، فقتله. هنقول ونحل النقف قدام كل لفظة. فذهب استكمل مشواره يسأل أحد العلماء هل لي من توبة، قال من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة. كانت دي الإجابة اللي نقلت هذا القاتل السفاح 99 نفس. هذه النقلة العجيبة. حضرتك هتكمل الحديث أثناء الدردشة والخواطر حول هذا المعنى. ماذا يفيدك أنت شخصيا بعد قراءتك لشرح الشراح لهذا الحديث، هذه الرواية تحديدا لك وقفات معها، ماذا تفيدك؟ الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا أبي القاسم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة إن هذا الدين كلما تتأمله أستاذنا تجد أنه دين رب العالمين بحق، يعني عند النظر العلمي المجرد وعند النظر القلبي المخبت في تلمس زوايا الرحمة والمغفرة والعتق، ونحن في شهر المغفرة والعتق وشهر الرحمات المتواليات المترادفات، كان من توفيق الله عز وجل أن يعني طرحت حضرتك هذا الحديث الذي يدلك على أن كل شيء متعلق بالرحمة في هذا الدين فقد بني على أوسع ما لا يبلغه عقل. وليس هذا من كيسي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عند حديثه عن رحمة رب العالمين كثيرا ما يشير إلى هذه الساعة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن
عند الله من الرحمة ما لو علمه الكافر لم يقنط لم ييأس من رحمة الله، وعنده من العذاب حتى يستوي جناح الرجاء مع جناح الخوف ما لو علمه المؤمن ما أمن من العقاب، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشاهد هذا قولة الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا أمر فوق الإدراك البشري. طيب أنت هذه الآية أنا بقى لي وقفة معها، لأني كثيرا ما أرددها هذه الآية التي سقط طرفا منها أو أولها، دعاء الملائكة للمؤمنين، وهي في سورة، العجيب أنها في سورة غافر. الله. وتتحدث عن، لو قسمنا الملائكة أصناف فهم أعلى درجات الملائكة، صفوة الصفوة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ده قولهم دعاؤهم. ماذا يطلب الملائكة وهم مجبولون على الطاعة؟ لا اختيار لهم إلا الركوع والسجود للحي القيوم، لكن لهم طلب آخر من أعجب ما تقف أمام الآية دي شهدان وتزلزل قلبك ومشاعرك. الملائكة ما هو طلبها؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، توسلوا إليه، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. الملائكة تعرف أكثر من أي مخلوق ما معنى الجحيم وما معنى الجنة. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. لماذا يدعو لنا الملائكة بهذا، أو يدعو للمؤمنين؟ اللهم اشملنا بدعائهم يا رب العالمين. دي قصة ودعاء الملائكة، أنت اللي فتحت شهوتي يعني ورغبتي في هذا. إيه القصة؟ هل هذا يدخل أيضا في سعة رحمة الله تبارك وتعالى؟ طيب دعني أبسط القول، اتفضل، لأن هذا مقام عظيم جدا وفيه بشارات هائلة. الله أكبر. وبين يدي هذا الكلام الذي هدينا إليه أقول دائما وأدندن أن هذا الدين هو دين رب العالمين. والله ما تأملت شيئا فيه إلا ووجدته دائما يسعى الناس برحمته. الناس الله الناس. وإن ربك لذو مغفرة ليس للناس على ظلمهم، يعني مع ظلمهم هو يعلم ذلك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، فوجودي ووجودك بمجرده منة منه. وربك كل نفس، وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة، لو يؤاخذ بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لأنه غفور ذو رحمة. والرحمة وهنا نكرت لعظمتها وجلالتها. وربك الغفور ذو الرحمة، ما هو كل آية أستاذنا لأن حديث الرحمات تشرك به القلوب. الله. الملائكة التي وكلت والمرسلات عرفة في العاصفة، قيل إنها الرياح وقيل إنها الملائكة المدبرات أمرا، الملائكة التي يرسلها الله عز وجل بأقوات العباد وأرزاقهم ومقاديرهم، وهذه الأشياء تطالع في أثناء قيامها بأمر الله عز وجل رحمات رب العالمين التي لا ندركها نحن، التي لا ندركها نحن. كل البشر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كل البشر، كل عضو له ملك يحفظه. ولذلك قيل إذا مثلا الواحد اصطدم أو كسرت ساقه أو إلى آخره، فليعلم، يقولون، يتنحى الملك لينزل قدر الله على العبد، وإلا فهو محفوظ. كلنا، وإلا احتوشتنا الشياطين والمصائب والآفات، لأننا ضعاف. يا أيها الناس أنتم الفقراء، وهذا الفقر فقر ضرورة. كل الناس فقير، بل كل الخلق من عرشه إلى فرشه متصف بصفة واحدة، الفقر. وأخص صفات رب العالمين أنه الغني، لكن بقى شوف، غني ذو رحمة. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا،
كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي. هذه الأنفاس الأخيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن يموت بأسبوع أو بشهر، كانت قصيدة رائعة. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. ثم قال والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف الله. شوف الأنفاس العلوية دي. فالملائكة لأنها تقوم بهذه التدابير تشاهد من رحمة الله ما لا يعلمه مخلوق غيرها. ولذلك نأخذ شيئا قد يدهش السامع في سنن الترمذي بسند صحيح، أن جبريل عن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا له ببعض الغيب الذي وكل بإخباره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر من وسخه وطينه فأضع في فرعون. أثناء الغرق حتى لا يقول في كلمة هزتني والله العظيم يا أستاذنا، كأني يعني لم أقرأ هذا الحديث. تعرف هذا الدين، قال الله عز وجل إنه لكتاب عزيز، هذا كتاب عزيز، ووصف القرآن بأنه قرآن كريم كثير الخير والبركة كما أنه عظيم القدر والمنزلة، فمعانيه لا تنقطع ولا تبيد. قال مخافة أن تدركه رحمة الله. يا الله، لا أقف بقى. من هذا الذي خاف جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام أن تدركه رحمة الله، لأنه تلفظ بلفظة تدخل صاحبها في الرحمة لكنها لم تنفعه لأنها كانت عند المعاينة فمات على كفره. فرعون قال آمنت أنه، حتى قالها قولة المتكبر أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني لم يقل لا إله إلا الله، لا آمنت به بنو إسرائيل. خلاص يعني اللي انتوا قلتوه أنا موافق، لكن عند المعاينة قال أنا وقد عصيت قبله. فما الذي أطلع سيدنا جبريل، أو ما الرحمة التي يعلمها سيدنا جبريل حتى خشي أن تدرك فرعون؟ الملائكة شهود الرحمة. ولذلك من أعظم قواطع إبليس للعبد أن يقنطه من رحمة الله. وتوعد رب العالمين، توعد، ده شيء عجيب. من يقنط ومن يقنط من رحمة ربي إلا القوم الضالون. قال في سيدنا يعقوب، شوف بعدما أجهده الحزن وكساه الألم وكسره وأذهب بياض عينيه، خلاص ومع ذلك يقيبهم مرة أخرى على ضرب اليقين، لأنه يعلم رحمة ربه، لأنه معلم، لأنه نبي. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، من فرجه، من رحمته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم المذنبون، لا الكافرون. معنى ذلك أن رحمة رب العالمين من السعة، بحيث أنه نزل من ينكرها أو من يظن في نفسه أنه لن يدخلها، لكن ليس الظن وهو جالس على أريكة الراحة ربنا يرحمنا ربنا يغفر لنا، لا، من أرادها سعى إليها فغمر بها، وهذا هو الذي يأتينا في هذا الحديث. لا أجد كلمة تعبر عن سعة رحمة الله تبارك وتعالى إلا قول الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، حتى في بعض الآثار أن إبليس عليه لعائن الله قال وأنا شيء فأنزلت فسأكتبها للذين يتقون. يعني إذن الذي يتطلع للرحمة ولم يتكسب أسبابها هذا مغرور، لأن من آثار الرحمة أن يكسر هذا وأن يأتي إلى ربه، وهذا هو الذي أصاب صاحبنا، قتل 99 نفسا، والقتل من أعظم الجرائم التي توعد صاحبها بوعيد ربما لم يأتي مثله في القرآن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف الأربع صفات قاتلة، ومع ذلك كأن القتل أشد من الكفر. سبحان الله، يعني الآية توحي لك بتعظيم هذه الجريمة. ولذلك حذر ديننا الذين يكفرون الناس بغير علم والذين يتألون على الله، لأنك مسست الجناب الإلهي الذي لا يدخله أحد، لا يدخله أحد، لا يقترب منه أحد،
من ذا الذي يتألى علي؟ لأنك فسح لك في ميدان الطاعة ومتعت بالطاعة والطاعات وإلى آخره، تريد أن تحجب أخاك الذي عصى؟ تعرف القصة يا أستاذنا برضو من القصص، أن كل هذا في مقدمة هذا الحديث الشريف. عندما نأتي الرجلان اللذان كان أحدهما مجتهدا وكان الآخر مقصرا عاصيا، المجتهد كل شوية تعالى توب اعمل سوي ضجر، وهنا لحقته آفة يقول عنها أهل العلم قولة النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الفترة رحمة، لماذا؟ حتى تعلم أنك لا تقوم بنفسك، الفترة رحمة. لا حول ولا قوة إلا أيوة بالله. لأنك لو وجدت نفسك مفتوحا دائما هكذا لا تتعثر بمعصية لا يدركك خطأ، ستظن نفسك أنك صرت معصوما وأن المعصية لا تتأتى. إيه الناس اللي بتعصي دي؟ لا، أنت مذنب وابن مذنب. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. شوف يا أستاذ مصطفى النزول: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. الاستسلام العجيب، وما هذه البركات الرحمانية التي يعني علمها النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الوحي. شوف هذا في دعاء الكرب. لأنه عبد. عبد عبد. حتى أنا يعني بما أن كلمة عبد كل شوية أفتكر الحديث ده أستاذنا. منى عائشة رضي الله عنها الصديقة المبجلة، حبيبة القلب وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة الرب سبحانه وتعالى، تدني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسادة، تحبه صلى الله عليه وسلم طبعا وشرعا، سيدها وزوجها ورحمة رب العالمين، وتشاهد من رحماته ما لا يشاهد غيرها. تدني إليه وسادة وهو يأكل ليتكي عليه يستريح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحطمه الناس كما كانت تقول أمنا الصديقة رضي الله عنها، فأجابها إجابة عجيبة، إجابة عجيبة. كان يمكن أن ينحيها ويسكت، لكن طأطأ رأسه، قال: إنما أنا عبد، الله آكل كما يأكل العبد. طب كان ممكن أن يقولها وهو جالس هكذا؟ لا، هذه الطأطأة كما كان دخوله مكة مرتدي الرداء العبودية مطأطئ الرأس، كادت لحيته تمس قربوس سرجه، يعني ليس مني، ليس مني هذا النصر، وليس مني هذا الفتح، وليس مني. ولذلك عندما جاءوا إليه ولم تجف بعض سيوفهم من دماء أصحابه: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهذا وارد عند كل أهل السير ولم يصح به إسناد، لكن كما قال بعض أهل العلم ما استفاض عند أهل التواريخ والسير لا يحتاج إلى إسناد، لا يحتاج إلى إسناد. هذا استفاض حتى صار كالمتواتر، استفاض في مقام العبودية، عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل أرفع المقامات. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أول العابدين تدي لك إيه في هذا المعنى وهذا المقام؟ أنا أريد بقى يعني حتى لأني أعلم أنك إذا سألت فأنك تخبئ سرا، فأنا أريد أن أخذ منك أنت ماذا تفيد. فأنا لا، أنا الحقيقة في آيات يعني لا تحتمل عندي تفسير الناطق، لكن معايشة المعنى يشاهدها القلب. صحيح، مهما تقول سيبرد المعنى، يعني مش هقدر أعبر عن عما تعطيه من دفء وحرارة ومقام يعني شيء فوق الخيال. ذلة العبد عزه. سبحان الله، يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأولية في العبودية، الأولية في كل شيء، السبق السبق. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في ساعة الرحمة كلام عجيب وكثير، لا يغري طبعا العصاة، لأن جناحي التوحيد الخوف والرجاء بيضبطوا السلوك لمن ولا يستقيم عنه. بدون مقاطعة الكلام، لا يستقيم لمحب إصراره على معصية. بالمناسبة صحيح، يعني بعض السلف أسر عنه أنه قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، بيحرم على الناس كل حاجة ويكفرهم ويفسقهم، شايف كل حاجة حرام. ليه؟ لأنه ينظر إلى الخوف فقط. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ،
فنقول إذا صح له الحب استقامت له كل الأحوال. الله، لأنه من المستحيل أن أحبك فأعصيك، ولأنه من المستحيل أن أحبك فأصبر على بعدك، ولأنه من المستحيل أن أحبك فلا أشتاق إلى مسابقتي إلى ما تحب. فمن ادعى حبا ولم يكن تابعا طائعا، ولذلك قال الحسن سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه، هذه آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن إذا ثبتت المحبة وكانت صادقة استقامت أحوال العبد كلها، وإذا فسدت المحبة كانت دعوة، والدعوة إن لم تقيم عليها بينات فأهلها أدعياء، تظل دعوة بالألف المطلقة، لا تتحول إلى دعوة بالتاء المعقودة أو المربوطة حتى تصير مقاما وحالا. فهذا الحب، هذا الحب يسوقك إلى الله عز وجل. ما تجيش تقول أنا بحبه وقاعد، لا لا والله لو أحببته ما أطقت الفتور عن ذكره. ولذلك صحح بعض أهل العلم اذكروا الله حتى يقال مجنون. إيه الرجل ده لسانه بيقفش؟ نحن عند حدود النصوص نعم نكون في حالة انبهار، لكن خلينا نتعامل مع الإنسان. معذرة لإخواننا على الاستطراد، كل شوية يصل الآيات والأحاديث، معلش يعني. بس خلينا نتعايش مع واقعي. نعم. ماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أنا بأكرر وأنت فاهم المعنى، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون، أنت مش بتتكلم عن صوام قوام، هنا القرآن بيتكلم عن صفوة الخلق المتقين، عن المتقين صفوة الخلق، إنما يتقبل الله من إيه؟ من المتقين. وصفهم بصفتين عجيبتين. والذين من الذي قيل في حقه من الصحابة، يعني قيل عنه كثيرا ما يؤتى به، وقيل عنه أيضا ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. من عايز المنطقة دي، ده جاي كثيرا ما يأتي بشرب الخمر، عشان ما يبقاش الكلام فقط على الطائعين ومن عرف الله وأحبه ولم يعصيه أبدا. يحكي لي نعيش مع أحوال الناس. يحكي لي بعض أساتذتنا أنه كان له صديق مسرف على نفسه، وكان يجلس المجالس التي فيها لهو وصخب واستطالة باللسان، وكان بعض أصحابه يعني لا يبالون يعني بحرمات وإلى آخره، فكان على كل هذا البعد لا يسمع. تعرف في بعض الأحيان في نكت فيها سخرية مثلا ببعض جوانب الشرف، لا إذا وهو يعاقر الخمر وفي مجلس السكر، إذا مثلا واحد قال لك ده ومش عارف إيه وقاله مش عارف إيه وكلام من ده، وهناك شيء فيه استهزاء مثلا بسنة بلحية بشيء مش عارف إيه، يقوم غاضبا كأنه ليس الشخص الذي نعرفه. سبحان الله، والله قال لي ذلك فاهتز، ثم قال لي فعاد. قلت له من هنا عاد، هذه البقية لو كانت صادقة، وهو ذا بقى من 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 أسرار اللطف الإلهي، أنه تعلم يا أستاذنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني ما عايز تقول إن ممكن بقية عمل خير بسيط نور خير رفيع في قلب العاصي ربما يقوده بعد ذلك فيوقفه على باب الهداية فيفتح له، هذا هو. يعني هل ممكن المعنى ده يحصل؟ وأنا أقول دائما أعظم، كما أقول لك، أعظم شيء يجعل الشيطان مبعدا للإنسان عن طاعة الله عز وجل أنه يجعل له ذنوبه كالجبال بين يديه، وأنك لكي تجتاز هذه الجبال ما يعني مستحيل، وبعدين أنت تعملي نفسك شيخ، كأن التوبة تعني المشيخية. الدين ليس نازلا لطائفة ولا لجماعة ولا لأمر، لا، الدين وما أرسلناك إلا رحمة للإيه؟ للعالمين صلى الله عليه وسلم. كلامك ممتع، خليني أخذ فاصل كده بريك سريع ونرجع لحضراتكم مع باب الرحمة الواسع. شيخ وجدان العلي. ليل الأحبة بدره نور بدا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع أخي وحبيبي الشيخ وجدان العلي. مرحبا الشيخ وجدان. مرحبا، أهلا وسهلا، حفظك الله.
قبل الفاصل وقفنا عند هذه الآية التي نرددها كثيرا، لكن مضمونها هو العمر كله حبا وشوقا إلى سيد الخلق وحبيب الحق. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو قيل أنت رحمة للعالمين، ما الفرق بينها وبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ونحن نتكلم توطئة لحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، السلام ندخله حتى سعة الرحمة، رحمة الله عز وجل. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على أن ربنا هو الرحمن سبحانه وتعالى. كان بعض السلف هو شقيق البلخي كان يقول: نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. الله، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. اللهم استعان. فنعم الرب ربنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليس رحمة للمسلمين وحسب، ولكن رحمة للعالمين، والعالمون كل ما سوى الله. فهو رحمة للبشر والحجر والشجر وللحيوان وللإنس وللجن وللطير ولكل شيء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تكون هذه الرسالة معبرا عنها بأداة النفي والاستثناء الذي يفيد الحصر التام. وما أرسلنا، يعني ليست رسالتك إلا الرحمة، ليس في رسالتك إلا الرحمة في مبناها وفي معناها وفي أصولها وفي فروعها وفي شرائعها وفي عقائدها، كلها مبنية على الرحمة. وهذا يعني إذا نظرت، إحنا دايما يا أستاذنا يعني حتى لنا يأخذنا الكلام، إذا نظرت في كل أحواله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الكتاب المجيد كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولنأخذ هذا القبس بين يدي أيضا قضية الرحمة، أنه ما أتاه أحد فرده، ما أتاه أحد فرده في كل كتاب الله عز وجل. ما وجدت رب العالمين دعاه أحد في ضر ولو كان الداعي مشركا إلا وكشف ضره. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونها تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه بس تعددي لنكونن من الشاكرين. قال الله عز وجل قاعدة كلية: قل الله ينجيكم، بأداة الإيه؟ بفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ثم ها هنا العلماء يقولون عنها: ثم التي تدل على المباينة، يعني بعد ما ينجيك ثم أنتم تشركون. سبحان الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. معقولة يعني ما قبلها يكون مضادا لما بعدها؟ ثم ها هنا لها أداة هذا المعنى البلاغي. فأنت ثم أنتم تشركون، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، دلالة. وكل جزء في القرآن يستدل رب العالمين على ربوبيته لعباده بهذا الأمر، أنه ما لجأوا إليه في ضر. حتى تستوقفني هذه الآية وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك، قوم فرعون بما عهد عندك لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم، طب نجاهم وقالوا يا أيها الساحر بهذا الخطاب الفج، وإن كان الإمام الطبري رحمة الله عليه يقول الساحر في لغتهم العالم، لكن الخطاب في ظهره يعني ربك ادعو لنا ربك، تحس يعني إيه بأن هناك مفارقة كأنه ليس ربهم سبحانه وتعالى، حتى الخطاب الجافي القاسي. لكن من ربوبيته كما أنه خلق السماوات والأرض وكما أنه يرزق الناس وكما أنه يجري بهم السفن في الفلك وإلى آخره في سياقة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. تعالى ها هنا في شواهد ألوهيته وربوبيته، جعل كما أنه خلق السماوات والأرض وجعل كما أنه ينبت الزرع وينزل المطر وإلى آخره، أمن يجيب المضطر إذا دعا. والألف لام هنا تدل على عموم الجنس المضطر، كل مضطر ولو كان مشركا. قال سيدنا العارف التقي شيخ الإسلام الفقيه المحدث المفسر السالك الإمام ابن رجب تلميذه شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية، هذا الإمام الذي ربما كثير من الناس يغفلون عنه، هنا إمام فحل عظيم رضي الله عنه، كان يقول: وقد يخرق الله العادة للمشركين إذا لجأوا إليه في ضره. الله، حتى المشرك
إذا دعوا الله مخلصين له الدين خلاص أفرد الله عز وجل وشاهد فاقته فلجأ إليه من ربوبية الكريم ورحمته أنه لا يرده، ومع أنه يعلم الشيء قبل وقوعه سبحانه وتعالى، يعلم أنهم سيخرجون إلى البر فيعودون إلى شركهم والكفر بربهم سبحانه وتعالى، لكن كأنه من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى أنه لا يأتيه أحد فيرده أبدا. ولذا حتى لا نطيل، هذا الرجل الذي ارتكب هذه الدماء، والقتل أمر عظيم كما أسلفنا قبل الفاصل، معنى ذلك أن الذي ربما تجرأ على القتل لن يتورع أستاذنا عن السرقة، ممكن عن شرب الخمر، ممكن عن إتيان الفواحش، معنى ذلك أنه جاء بقلب مظلم، لكن ما لم تزل خلف هذه الضبابات وخلف هذه الظلمات هذا القبس ولو كان ذرة، لكن الله عز وجل قل أنزله الذي يعلم السر، السر يبصر رب العالمين قلب هذا الرجل، ومتى التفت القلب جاءه. القصة فيها أبعاد تربوية وتربية للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، صدقت يا أستاذ، للمتدينين أنقفوا. أنا أصلا يا أستاذ أنا لا أحب لفظة المتدين، يعني أنا أقول طائع عاصي، الألفاظ الشرعية جميلة، أقصد يا أستاذنا حتى لا تكون طائفة، يعني لا مشحة، الملتزمين يعني كلنا في المفرط ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من العبادين، حتى الآية دي تفيد أن المصطفى برضو. يعني سبحان الله القرآن كله أنوار، وكلما توقفت في المحطة لا يعني لا تحب أن تغادرها، لكن هكذا يعني هذا الرجل الذي قتل والنبي يحدث عنه، كان في من كان قبلكم يحدث ليس عن هذا الرجل، عن سعة رحمة الله تبارك وتعالى، لكن دايما أقف عند الحديث وشوف كيف تسعى هذه الأقدام التي ولغت في الدماء 99 نفس لتسأل عن التوبة، من أين جاءه هذا الدافع وهو يتقلب في ظلمات بعضها فوق بعض؟ ده اللي أنا بدور عليه، بصيص النور ده جاي، الشمعة دي جاية منين بتودير يسأل عن التوبة. يعني طب مش أعجب من كده لما أفتاه العابد خطأ وأغلق في وجه باب التوبة قتله فأكمل المئة، يعني لسه دافع التوبة، دافع القتل، خطين متوازيين في داخل هذه النفس العجيبة. أكمل يا مولانا مسألة نظرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. هذا نظر الله للعباد، إذا تحدثت في هذا تتحدث كثيرا، لكن أنا جاء هذا الرجل ما يفيدنا نحن أنك زي ما أسلفت حضرتك أن انتظر لا تتعجل في الحكم، فربما كان هذا الذي يعني تتمنى زواله بسبب معصيته هو شيخك بعد قليل الذي ستصلي خلفه. سبحان الله، وقد يحدث وبيحصل في الحياة. أنا أقول لحضرتك على حاجة، ليس رجلا سعى إلى التوبة، هذا رجل أراد أن يسعى إلى التوبة وهو يقتل الإمام، في سعيه هذا يقتل الإمام شيخ الإسلام أبو علي الفضيل بن عياض، كما تعلم يا سيدي وأنتم من علمنا ذلك، في توبته كان شاطرا، والشاطر في لغة العربي تستخدم بمعنى قاطع الطريق واللص وهذه الأشياء، خرج ليسرق بيتا. أنا أريد يعني ذهب ليسرق فأتى الله بقلبه فسمع من يقول، ومن الذي أسمع قلبه؟ من الذي أتى بقلبه في هذه اللحظة فصادف القلب نور الآية؟ أولم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ سمعها قلبه، هذا الذي خرج من بيته قاصدا الشر، يعني تعثر إن صح التعبير في 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 هذه التوبة. طيب على الجانب الآخر برضو عشان يعني من يغتر بطاعته وعبادته فيولد هذا في نفسه استعلاء على خلق الله، الخطاب القرآني يوجه إلى خير خلق الله بآية مزلزلة، يقول له مولاه فإن يشأ الله يختم على قلبك. الله المستعان، مسألة مرعبة. يعني
هل نحن مطلوب منا أن نعيد قراءة القرآن ونتوقف كثيرا؟ إذا كان هذا يقال لسيد الخلق فمن نحن ومن أين يأتي الغرور وهذا الكبر؟ إن يشأ الله يختم على قلبك أنت يا محمد يا خير الخلق يا حبيب الحق يا من كذا وكذا وكذا. قال الله عز وجل في بيان فريد في القرآن كله في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. خلي بالك من النفي: ما زكى منكم من أحد أبدا. الله أكبر. فضله ورحمته. فأنت صنيعة فضله ورحمته، والأمر واضح بحسبة يسيرة. من الذي أوجدك رب العالمين؟ ومن الذي هداك رب العالمين؟ ومن الذي خلق فيك آلة العبودية رب العالمين؟ ومن الذي وفقك للطاعة رب العالمين؟ ومن الذي علم نقصها والشوائب والدواخل التي فيها رب العالمين؟ ومن الذي أثابك عليها رب العالمين؟ ومن الذي أنا 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 تعبير رب العالمين وخطابه لأهل الجنة يوقفني كثيرا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أقول يا رب سبحانه، هل جزاء الإحسان إلى إحسان؟ إحسان من الذي أحسن؟ ما إحسانهم؟ لسه في حلقي قبل أن تنطق هذه الآية يا شيخ وجدان، قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إيه العظمة؟ الرب الذي يتجلى بفضله فيجعل سعي الناس مشكورة، يشكر مع علمه سبحانه وتعالى بالنقص الذي فيه، وبعدين يسميه أستاذنا، يعني يجعل اللفظ مقابلا للفظ. طيب. يعني شوف من كلام: هل جزاء الإحسان؟ معذرة يا أستاذنا، أنا بس عايز أوري الناس، هل جزاء الإحسان؟ الإحسان يعني من الذي أحسن إلا الإحسان؟ أم أنت الذي وفقت يا رب، وأنت الذي أعنت، وأنت الذي سددت، وأنت الذي خلقت الآلة التي عبدتك بها، وأنت الذي غفرت لي سهوي، وأنت الذي سترت عيبي، وأنت الذي لم تفضحني، وأنت الذي عافيتني، وأنت الذي حفظتني، وأنت الذي ثبتتني، كل ده وتسميه إحسانا سبحان الملك الكريم. العبد الشكور نبينا وسيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقولها. اشمعنا هذا الدعاء بعد أن ينتهي من صلاته ويستغفر الله ثلاثا، يمسح على جبهته، يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إيه أعني يعني؟ ويوصي بها حبيبه معاذا، ويقدم بين يدي الوصاتي ذكر حبه، فيقول: يا معاذ والذي نفسي بيده إني لأحبك. طيب خلينا مع هذا الرجل وإحنا شايفينه كده لسه كمل المئة هذه الجرائم، وقتل الذي أفتاه، لماذا قتله؟ ده بيسأل سؤال جو، وانت عارف الصح والغلط، لماذا قتله بعد هذه الاجابه؟ بيقول له ليه توبه؟ قال له مالكش توبه، انت قتلت. ما هو 99 ما طالما ان هي زي ما بتقول ضربوا الاعور على عينه، خلاص خلاص يرجع بقى يكمل بقى، خلاص بقى يائس. ولهذا لكنه لم ييأس. شوف المفاجاه بقى، ما هو من الذي اتى به؟ شوف رحمات رب العالمين يا استاذ. بس خلينا خطوه خطوه، رحمتي وسعت كل شيء، ما انا بس ماشي مع هذا الرجل اشوف اخرته ايه في هذا الحديث، آخره وآخرته. ثم يستأنف المسير ويسأل، طب انت هتسأل ايه؟ انت حاسس ان في إجابة غير كده ولا ايه؟ يعني انت لا تعلم، انت رحت سألت قال لك مفيش توبة بعد قتل 99 نفس، فقتلته اكملت المئة، كمل في إجرامك بقى. انما يستأنف مسيره ومسيرته ليطرق باب العالم الفاهم لدينه الذي لا يفتي الناس بغير علم، فيصف له الداء والدواء، يعني يقول له: من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ وما تكونش فتوى بقى، ده في فتوى وتربية ووصف. تفضل يا مولانا. ولو كما قلنا يا سيدي، وأدندن على هذا كثيرا، فتحا لباب الرجاء في الله عز وجل وانخلاعا من المعاصي، كل من بقيت في قلبه ولو بقية يجعل رب العالمين قلبه متألما متضرجا بالهم، لا يتنفس نفس حياة أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل فطر الخلق كلهم على أنه لا صلاح ولا راحة لهذا القلب إلا بين يديه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه، بالقسم فلنحيينه حياة طيبة. معنى ذلك يا أستاذنا أن الذي خلى من هذين الوصفين الإيمان والعمل الصالح لن يجد الحياة. فإذا كان إنسان محسنا لنفسه يريد أن يتنفس أنفاس الحياة، لأن أستاذنا المعصية شؤم، المعصية ثقل، المعصية دنس، المعصية اختناق، المعصية بعد عن الله عز وجل، المعصية أنت سعير. لو قلت لي من هنا لبقية أعمارنا ربنا يبارك في عمرك، هذا الكلام هذا ناتج معايشتك وقراءتك للسلف، عندك الكثير من النصوص وأحوال السلف، لكن أنا برضو مش قادر أخرج. أنا يعني معروف أن المعصية شؤم، لكن أنا مع خطوات هذا الوالغ في الدماء، ما هو ما كانش لسه هو مش حاسس صلى بحياة، ولا مش حاسس بحياة، ماشي إزاي، عايز إيه، عايز يعني عايز لماذا عايز يسعى إلى الله، ما هو الدافع وراء ذلك. أريد أنت بتؤكد على أننا نرى إدراك رحمة الله مع كل خطوة يخطوها، هل كان صادق في نيته؟ كان عنده إصرار على المعصية يقابله إصرار على تغيير الحال، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. في حركتين في نفسه جوه، حركة دافعة إلى المعصية وحركة دافعة إلى التوبة. فالله برحمته الذي غلبت أو سبقت رحمة يغلب هذه في نفسه أيضا، ولا إيه؟ أنا بس وهذا هو الأمر. وأنا أستاذنا يعني أريد حتى تكتمل الفكرة، ننظر، أنت الآن فتحت لي بابا عظيما، الله عز وجل كتب كتابا منة منه على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي، وهذا هو الكتاب الوحيد الذي علمناه أن الله كتبه على نفسه، وذكر هذا الكتاب مرتين في سورة الأنعام. كتب ربكم، وخلي بالك مش كتب الله، كتب ربكم الله. وهنا مش عايزين بقى يعني الله كتب الله. ربكم هذا الحنان واللطف، كتب ربكم بكررها على نفسه الرحمة. من الذي أوجب على رب العالمين ذلك؟ إنما جعل ذلك منته، وليست رحمة مطلقة، بل ورحمتي تغلب غضبي. كتب ربكم، أنت أكدت عليها أو كررتها تريد أن تشير إلى شيء، ربكم، ربكم الرحمة متعلقة، نحن نحتاجها، أنا ربكم الذي أعلم حاجتكم وافتقاركم إلى رحمتي، فكتبتها على نفسي تفضلا سبحانه وتعالى، ليس إيجابا. لكن هنا ربكم وهنالك يقول النبي وربك الغفور ذو الرحمة، هنا ربكم وهنا ربك، ماذا تفيد؟ لو تأملت معاني اسم الرب هنا في تفيد الرحمة، ولذلك أستاذنا الحمد لله رب العالمين أو الرحمة، ربوبيته ربوبية رحمة، أوجد هذا الكون كله مؤسسا على الرحمة، وليس هذا من كيسي. في سورة الملك، الملك ذكر فيها اسم الرحمة، قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله هو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق إيه؟ الرحمن، ما في خلق الله، لا في خلق، إشارة إلى القلب البصير، إلى أن هذا الكون كله مؤسس على الرحمة. اللهم أرسل نبيه رحمة، بدء الأمر في سورة الفاتحة الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، هناك اسمان للدلالة على الرحمة غير الأسماء التي تضمنت هذه الرحمة بالاقتضاء والالتزام، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وربوبيته متضمنة الرحمة، الرحمن الرحيم، ما هذه الرحمة الغامرة، مالك يوم الدين، فيقلق القلب العابد فيمد له يد الرحمة، قل إياك نعبد، طب لا أستطيع أن أعبدك إلا بإعانتك وإياك نستعين، انظر إلى هذه الرحمة. ثم يعلمهم الدعاء الشافي الكامل الذي حاجتهم إليه أعظم من حاجتهم إلى الأنفاس، اهدنا الصراط المستقيم، يعلمهم. طيب عشان كده مفهوم الرحمة في, 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 في تبليغ الناس دين الله سبحانه وتعالى ودعوتهم أيا كان اقترافهم للمعصية أو حتى كانوا على غير الدين، تتجلى في قول سيدنا إبراهيم لأبيه وهو يدعوه وأبت إني أخاف أن يمسك عذاب، عذاب من الرحمن، من الرحمن برضو يعني تتكلم عن العذاب. ذكرتني بآيتين، فإن كذبوك
فقل عليكم لعائن الله فإن كذبوك والله العظيم لو عقلها أي إنسان لهرول إلى الله. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، لا مناسبة بين هذا التكذيب وبين هذا. ربكم ذو رحمة واسعة، ثم يؤخر بإيه؟ بالمبني لما لم يسمى فاعله، بلاش المبني، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ما قالش عليهم يعني احذروه، لكن ربكم هذا خلي بالك إشارة. خاطبهم عندما تكلم عن الرحمة وجعل الخطاب مطلقا عندما تكلم عن الإيه؟ عن العقاب. ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسه عنكم، لا، ولا يرد بأسه، إطماع. ثم سيدنا إبراهيم قال إيه؟ ومن عصاني فإنك إيه؟ غفور رحيم. غريبة غريبة، فعذبه ومن عصاني فإنك، وهذا من؟ هذا الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أرجو يعني هنكمل إن شاء الله، معاني جميلة ومتواصلة في رحمة الله الواسعة. بنكمل إن شاء الله في حلقة قديمة بإذن مع الأخ الداعية والأديب الشيخ وجدان علي، ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في ليلة جديدة من ليالي الندى. السلام عليكم ورحمة الله. ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، قد شدا، والزهر بل له تبتل والندى، والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى، إذا اجتمعنا على الهدى. ليل الأحبة بدره